السلام عليكم، معكم علي. أهلا وسهلا بكم بدرس جديد. إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتابع في هذا الفيديو حديثنا عن أو الجزء الثاني من الكلمات التي يكون لبعض متعلمي اللغة الإنجليزية ارتباك أو بعض الشك أثناء استخدامها. ممكن يكون في حرف مختلف أو بيكون لفظ الكلمة أو كيفية استخدامها ووقوعها في الجملة في اللغة الإنجليزية. نتابع في هذا الفيديو 10 مقارنات بين كلمتين لنأخذ 20 كلمة. اللي حب يرجع على الجزء الأول من 20 كلمة الأولى، اليوم نتابع 20 كلمة الثانية. تابع معنا لنهاية الفيديو، درس مهم جدا وتمر كثيرا هذه الكلمات لدينا في اللغة الإنجليزية والأكثر شيوعا التي يخطأ فيها متعلمو اللغة الإنجليزية. أول زوج من الكلمات لي لاي، دائما كان عندنا اي واي نلفظها اي، فعندنا كلمة دي وي سي ري مي وهكذا. لي بمعنى يضع، تو بليس. لاي بمعنى ريكلاين، إذن بمعنى يستلقي. لي ذا بوك اون ذا شيلف، يعني ضع الكتاب على الرف، إذن لي بمعنى يضع. لاي بمعنى يستلقي، ممكن على ظهره. If you lie down to read, you will probably fall asleep. إذا استلقيت لتقرأ من المحتمل أنك ستنام. Lead led. Lead بمعنى يقود أو يوجه. To guide. Led is the past tense of lead. هو الماضي من الفعل lead. إذا lead led، قاد أو وجه. Can you lead us through the farm؟ هل بإمكانك أن تقودنا عبر المزرعة؟ Led the last time you led us we got lost. المرة الأخيرة التي قدتنا ضعنا. لدينا 3 كلمات. lose lose loss. لاحظ دبل او، عندنا او واحدة، عندنا او دبل اس. lose lose loss. lose بمعنى free not tied up، يعني طليق او حر. lose يضيع أو يفقد بمعنى misplace. loss ضياع أو فقدان. brave officers captured the loose lion. إذن أسر أو أمسك شجعان الأسد الطليق أو الشارد يعني. the player can't lose the prize. لا يمكن أن يضيع أو يفقد اللاعب الجائزة. It would be a terrible loss. إنها ستكون ضياع فظيع أو مريع أو مخيف. إذن loss اسم، lose verb فعل، lose adjective صفة. لدينا past past، الماضي من pass يمر أو يجتاز بالماضي طبعا. went by إذن اجتاز. succeeded إذن نجح. succeeded نجح. past الماضي it means تعني a previous time، وقت
سابق. When I passed the classroom, I shouted that I passed my exam. عندما اجتزت، لاحظ بمعنى اجتاز، اجتزت الصف، I shouted، صرخت that I passed، بأنني اجتزت امتحاني. Passed بمعنى اجتاز أو نجح. Passed. I spent more time than I did in the past. إذن أمضيت وقت أكثر من ما قمت به أو أمضيته في الماضي. إذن أمضيت وقت أكثر من ما أمضيت في الماضي. إذن بمعنى ماضي بمعنى اجتاز أو نجح. لاحظ peace IEEA peace a state of a calm يعني حالة هدوء بمعنى سلام. Peace a part of something جزء من شيء بمعنى قطعة. ننتبه على كتابتها EAIE. The early morning hours were full of peace. كانت الساعات الصباح الباكر مليئة بالسلام. I wrote a story on a piece of paper. كتبت قصة على قطعة ورق. لاحظ the ننطقها the لأنه جاء بعدها حرف صوتي. لاحظ hours الاتش لا تلفظ، لا نقول hours، إذن hours نكتب الاتش لكن لا نلفظها. إذن لاحظ full of piece a piece of paper. لاحظ principal لاحظ A L L E principal a person in charge of a school يعني شخص مسؤول في مدرسة بمعنى مدير أو مسؤول. principal a belief إذا المعتقد أو مبدأ. our school principal is a strong leader مدير مدرستنا أو مسؤول مدرستنا قائد قوي. He has a principle of honesty. لديه مبدأ من الأمانة أو الشرف. إذن principle بمعنى معتقد أو مبدأ. لاحظ A L L E. لاحظ there نفس اللفظ تختلف به التهجئة. There E I there E R E there they are. There possessive adjective صفة ملكية بمعنى لهم. There هناك a pronoun to introduce a sentence ضمير لي يقدم أو يبدأ بجملة. There هي اختصار لي they are هم يكونوا. Where should they put their books أين يتوجب أو يجب أن يضعوا كتبهم. إذا لاحظ there هي ضمير ملكي من they. There بمعنى هناك أو ضمير لتقديم جملة. There are many books on the table يوجد أو هناك العديد من الكتب على الطاولة. There هي اختصار لي they are هم يكونوا. They're good swimmers إنهم سباحون جيدون. إذن صفة ملكية ضمير واختصار لي they are نفس اللفظ لكن مختلفة بالتهجئة وطريقة استخدامها في الجملة في اللغة الإنجليزية. لدينا two two two
نفس اللفظ لكن عندنا او واحده دبل او دبليو او. سو الاولى in the direction of باتجاه يعني الى. تو لها معنيان ايضا او جدا. تو نمبر تو اذا الرقم اثنين او العدد اثنين. bring a friend to the party احضر صديق للحفلة اذا بمعنى الى او لي. تو ايضا او جدا you can bring your brother to يمكنك ان تحضر اخاك ايضا. اذا تو تأتي في نهاية الجملة قبلها فاصلة بمعنى ايضا. don't drive too fast لا تقود بسرعة كبيرة. اذا تو بمعنى جدا. تو رقم اثنين two boys will come in سيدخل ولدان. اذا لاحظ تو الاولى بمعنى الى، الثانية بمعنى ايضا او جدا، الاخيرة تو بمعنى اثنين تي او تي او او تي دبل او او. لاحظ هوز هوز نفس اللفظ لكن عندنا او اس اي عندنا او ابوستروفي اس. الاولى ان انتروجاتيف بروناون ضمير استفهام بمعنى لمن. هوز هي اختصار ل هو از من يكون. Do you know whose book this is؟ هل تعرف لمن هذا الكتاب؟ أو هذا الكتاب لمن؟ لاحظ Do you know؟ سؤال لا نكتب whose book is this؟ نكتب this is. لما لقيت السؤالين دائما باللغة الإنجليزية لقيت السؤالين وراء بعض. هوز بمعنى هو از من يكون. هوز شاوتينج من يصرخ. اذا اردنا ان نجيب دائما هو احذفها اضع بدل الفاعل مثلا احمد از شاوتينج. اذا احمد يصرخ دائما ضمير دائما اسم استفهام ياتي في بدايه الجمله للسؤال عن الفاعل. اخر كلمتين كلمتين your your لاحظ r apostrophe r e your possessive adjective صفة ملكية بمعنى لك لك لكم وهكذا. your هي اختصار ل you are يعني أنت تكون أنت تكونين أنتما تكونان وهكذا. لاحظ جملة finish your homework on Friday so you're not worried about it all weekend. يعني انهي واجبك في يوم الجمعة لذلك سوف لن تقلق طوال الأسبوع. لاحظ أنا أقول جميع الأسبوع إذا طوال نهاية الأسبوع. إذا you're تأتي قبل الاسم صفة ملكية. your هي اختصار ل you are أنت تكون. you are not worried سوف لن تكون قلق بشأنها about it يعني it تعود على homework طوال الأسبوع. إذا بهذا الشكل أنهينا الجزء الثاني من الكلمات الأكثر إرباكا لمتعلمي اللغة الإنجليزية. أخذنا العديد من الأمثلة والملاحظات. أتمنى أن قدمت شيء للفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.